عليه وسلم انه يري افر دمرك كم اذا واهل الجنه افر دمرك كم اذا واهل النار هو انت اهل الجنه النبي وحو كتل ما لبا ناغود وها كم اذا يري دمرك اهل الجنه امراه عفيفه صابره قانع باليسير مع زوجها او انت اهل الجنه ذا وحا كم اذا ناك عفيفة او دورتون او حمانتا كت دورتون يا محارم كت دوريت حرام صابرة هدنا صبر بدنو خدمة قريقة ايا هاوش ايا ايا دباتة ايا كو صبريت قانع باليسير وحير والهي سيا ايا كو قنعي مع زوجها او انك اذا كلا نولاني نولاش اي هدبا كل نوليه انك اذا ايا لن نولاش اي هدنا وحير طاي ويا كو قنعي سامحي الالهي با واحد بحيه زوجك واحد ما هي قفك الهي كو وافجيه يا إلهي كله كل مية انت يعني رزقك اللي يدين سيئي ومبير رالي كله طايل انك هذا وحي وهي سي رالي كله طايل دي وحلا واينا ويسلا قضية دي وحلا هلانا ويسلا عنايا رالي بيكو قانع باليسير مع زوجها ان غاب عنها انك هدوم مقية هاي وصفر آدم وميل آدم حفظت نفسها وماله نفسها هذا وإلالي انك هدوم مركو مقية واغتر موتها هاي ninku haduu reerkiisa ka maqan yahay ade reerkiisu waxa uu ku sugan yahay ilaahay unba soma marka khayaano samayn mayso ninkeedina daba mari mayso ninkeedu markuu maqan yahay nafteeda way ilaalin xumaantay ka ilaalin maalkiisana way ilaalin oo way xifdin marka uu joogo sidii maalka loo maamuli jiray yuu markuu maqan yahay inay u maamulaysaa bas wa in xadara haduu yimaadana ninku haduu yimaado inta uu joogana امسكت لسانها عرب كذا يقبل عنه حقيس كل دي بما يتعرب دي بكدر المجد انها عرب كذا انك قد بيس يا هو ذا كيف رجالي كريم كان هو ينكرم انا شاكله وامرأة ما تزوجها وهي ذات اولاد وعوك لو شاكي النبي عليه الصلاة والسلام هو ينك اهل الجنة وكا شاكي ناك منك يزد انت اولادنا وكا انت اقوانا فحبست نفسها عليه اولاد بين نفسها لكو حبست خشية ان يضيعوا المها انا يهلابان بيكيا عرمت يا ديوه فرسان ايسا ناك يربا يا هيت هذا يدون توقت اللي جعلام اللي قرسان كريم يجوبتي مركا نفسها دي وحي كو حبست اولاد دي المها يا ديوه فرسان ايسا وهي تربيين ايسا وهي وناجين ايسا مركا حقوق دي نفسها ايضو اي لهايد يا رغبالي اي لهايد وانين دور يا وحولا هاي ويسكد ايسا عرورت هذا درت هاد بيقودي ee naarto aday uu iska dhaqaa oo iska gurjatay ilmo waa la yacmaya waa intaas ay gurjatay badanina carruurta waxba ku faleen ay dhaafi buu leeyahay ma barba carruurtaan marka aday ilmihii meeshay ku dayacmayaan ku halaabayaan soo ma marka ayada ilmaheeda ay korsanaysaa way ilaalinaysaa way tarbiyeynaysaa intii juhdigeeda ayadun baa ku dadaalaysa taasna waa ahlul jannu yiri nabigu calayhi salaatu wasalaam haweenkii ahlul naarka ayuu nabigu noo tiriyey امرأة مكبلة بين نبيه امرأة بلية يعني باللسان على زوجها وانا ننك اذا عربك كل بيسو عربك هم بيكوك على يسانهم اين ايه مال ان غاب عنها هدو كم مقيه لم تصن نفسها نفسها اذا ما يلا لنس ناك بورسون ما ننك اذا مركو مقيه والله حمنا يا وإن حضر هدو يمادنا آدت باللسان يا عرف كي كدب إن الله إنتو جوغو وهبار يا هران يا قيلو إنتو مقيا هنا ما بفعلو عفيفا معها ناسا وناكحن وأهل النار بير نبي عليه الصلاة والسلام وامرأة وهي مد اللبا تكلف زوجها ما لا يطيق ناق منك هذا كو كلف ايسا وحونا او ذكر مركزة منك هذا بيكلف ايسا وحا ايا وحا سانوبا هنا يا دادة كيرين بغن ميا لناش اقوك لا تقينا مركزة نفتك بعد انتو ورديون يا حقوك كيني يا اما دين بوقل يا اما انتو وردي دا يقول لي بكم اسوها قاقي كرا وحي اللو وحي اللو قد البيسدون وذين فمشاق ما وان مشاق way ma shaqaysay wuxuu na awoodi karin bay qorto u gali waa dib hajeedaa ma baqan ayso mana qaboobayso kolba wax hor lay sheegi oo ninkii dabartiisa baan dhameen
سنت دحاد وهاوي امرأة لا تستر نفسها من الرجال رجع جانبتها كما سرج وتخرج متبرجة قرية مركي جوك تعورد إذا ما قرسني سرج جانبتها كما سرج ماذا حيدي باب بنان دين حيدي باب كبنان إذا قرب ساري ملا ساجن داي لغه بيستسو بنيسان ودرعي بيكرسو حيدني واتن لها بلس بلس ليني رجع جانبها قرية توري ومع ذلك اسمع سريسون دين الهدية قروح الهدية ما يشعر واحد انا لو قلت لك لينا منك خاص وهاتو مباب بنانك يسكور ما في عنا موت واحد انا لو قلت لك لينا هاتو بلا كيدا يقروح الهدية ودن انا كي طاية ونين كيدا ونبسو طاية قفك الله الهي وما بنانين لكن هدي ونرجع كفر ودو كلا دلائل امتحانه يا لما اقول عورات كو دينا هو بنانك كينا وتخرج متبرجة مرة على مركة يقولي كبه حيثنا ايضا متبرجة هي بح waxay ziinada idin lahayd oo dhan intay korka iska saarto oo balaayo dhan iyo cadir isku shubta ayay banaanka u baxaysa walaa tabarrujna tabarruj aljahiliyati alula la ilahi tabarruj bay samaynaysa naagta sidaa samaynaysa macsiya unbay ku dhex jirtaa waa min ahli naar ilaa an tatuuba inay toobad keento mooyaane waxaa ka tanadisay ka tag نارك أفراد أهل النار كما النبي وكسر عليه الصلاة والسلام امرأة ويب النبو امرأة ليس لها هم إلا الأكل والشرب والنوم وأنك هم كذا يفكر كذا وإن عنتو عبتو ساحة أم بس صح كلام ما هدي عنتو عبتان لواينا وأدقال لغو هذا هو الوك الجوري مركي جوري عنتو عبتان ويكاجه وهردون فريسة سارة أوصد حيث بس wadamaha hada loo guursaday dhaqan baa laga doonayaa oo guriga inay hagaajiso maamulka guriga kala fulisaa la rabaa ilba saarane ilmaha tarbiyadooda iyo martida iyo mudanaha maamulkooda iyo ninka xuquuqdiisa ilaaliso yani waxaysa iyo baa laga doonayaa meel iska hurdo ay dhasho unba may taas dewa naad faa'iido lama wuxuu waliba nabi uu ku daray calayhi salaatu wasalaam laysa laha ragba fi salaati salaad maba doonays inay salaadi ka tagtay inay tukato waa isugu mid walaa daaca walaa fi daacati illahi wa daacati rasuulihi wa daacati zawjiha damba kamale ilaahi ma adeecayso waajibaadka ilaahi ma gudanayso nabiga calayhi salaatu wasalaam ma adeecayso ninkeeda ma adeecayso wuxuu faran ma yeelayso bas ragbadeeda iyo xaalkeeda iyo shanigeedu waa cunid iyo cabid iyo hurdown bas wax kale male taa faa'iido ma leh qofkii lagu salladaynaa naag muuse helinkaas yaa waa ku lugo-ay wey marka taasuna ma fiicno naag fiican maaha wey marka haweenku waxaa la doonayaa inay ilaahay ka baqaan subxaanahu watacaala xuquuqda ilaahay inay gutaan oo ilaaliyaan raggoodana ay adeecaan oo xuquuqda ay ku leeyihiin ay iska ilaaliyaan dumarka waxa unay la kadka leeyihiin oo ugu badan dee yaraantoodii baa lasoo tarbiyay inbay u badan yihiin hadday qofki wanaagsanaan lahayd oo reer wanaagsan kusoo dhex kortay oo yacni sida loo wada noolaado taqaano oo tarbiyada wax ka fahmayda hadday tahay ninkeeda nolol wanaagsan bay kula dhaqmi lahayd laakiin wixii waxay isaga badan yihiin waxaa iyagoo yar yara un intii xargaha laga furay duur wareega marka hore baa duurka iska hesheen yaa si ay faa'iido u keenaysa male walaalyaal sharcigu wuxuuna amrayaa marka horeba in guurka loo meel dayo oo waxa wanaagsan itifaadka waa wanaagsan in la doortaa la doonayo guurku waa shay muhima maxaa yeelay caaqibo wanaagsan oo adduunyada nolol wanaagsan iyo cirib aakharo oo nasli fiican iyo awlaad fiican oo abraara labaduba laga doonaya mar haddii qasadkaa laga leeyee waa shay weyn oo xagga diinta muhim ku ah guurkii in loo meel dayo u baahay nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi tunkaxu lmar'a naagta waa la guursadaa لأربعين لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فتربلات الدين تربة يدها ناك توال لقورسة أفر شيء بقى لقورسة لكن هل مدى أمبا واللي تكبر ريو وناك سفير لمالها مال والورع عناك واسيدة هذا هو بضني ناك دو حولة ملالة بي حولة لدو بيل بإن كارمي كأكدوه وربيل كإلهي بقى يدسين هي وحما كارد حولة دو حبا كوتر ماي soomaalida horaaba ka maamaado durwaabaa yidhahdaan xoolo naageed garanaya oo isaga leexan lahaa buu yidhi baa xoolo naageed meel ku geynaysa hadday xoolo badan tahay kole aday biil kaa rabtahay
فيل كادو إلهي كساري ميل في عم فيرسو مركب مال كوني نقول راعي هذا أبدا هذه حواء دكان الله ذا أما يدوف وجهه دوم بالله كده ورد أما كوتر ماي مال كده ولجمالها قروحنا والقرع ناقها قروح ما له قول كده قروح كلية ولا جوه سينين أحمطري ما قروح أبدا وقول كده وما أمل كرنا والراجع مع كوتر أما سك الله وضع لي عاد حنو بركة بركة ليا وعرب حن على كوتر ماي إنه لو فرحنا متعذبها كفي عن حمطري ماي مركز جمال كنا معها ولا اعتمادا معها ولحسبها ناسا يكدلت غيرك يكدلت هنا والغراعة وإليه بالماء والغر سلا ولدين هابو المدعو عليه الصلاة والسلام دين كان والغراعة نالا ولأجل الدين هنا ضد ورطة وناك متدينة والرشيدة وي قرآن كيف يتقانا دين كي وحكا تقانا ومتأذبة سفي عن بالله إذنية وقف متدينة أم حاجة في عن فاطفر بذات الدين برنامج وكل يبان مرضى هذا الدور وجهده مد اهل الدين كاكل يبان